واضح ان هو فريق عنده امكانيات ماديه كويسه، يعني فريق فريق غني. وبعدين لما فريق يطلع محمد جديد وياخد بطوله الدوري حاجه مش سهله، حتى هو فرق الاهداف لكن مش سهل. اللي انا متاكد منه بغض النظر عن اسم الفريق، بغض النظر عن تاريخه، كل الكلام ده حلو قوي. انا دايما بتكلم في حاجه واحده بس، ازاي تفكر ازاي؟ لانك انت الحمد لله انت الاقوى وانت الاحسن في كل حاجه، انت اللي تدير، انت اللي هتدير اللقاء. بحترم الفريق المنافس طبعا، طبعا بحترمه كويس جدا، لكن في الاول والاخر لا، ده انا النادي الاهلي، يعني لازم ان شاء الله مباراه الجمعه دي تحسم يوم الجمعه. لازم ده يعرف ان هو لا فقط بالنسبه له او قرايته مش كويسه ان هو يقع مع النادي الاهلي، فهي فرصه احترام كويس قوي للفريق المنافس، لكن في الاخر انت النادي الاهلي بتلعب على، انا بقول لك ايه، في البطوله من يوم الجمعه، يعني لسه بدري قوي. لكن لو انا فكرت من يوم الجمعه انا عين ان شاء الله على نهائي البطوله دي، هو ده التفكير الصح يا محمد. وحاجه كويسه ممكن تاخدها دافع ايجابي، انت خسران بطوله افريقيه من شهر بالظبط، عشان تكسب بطوله تانية افريقيه بتستنى سنه كامله لغايه لما توصل لنوفمبر 2019. دي حقيقه، دافع معنوي انك تلعب بطوله دي في اقل من 6 شهور تعوض بيها البطوله. فرصه على فكره، فرصة. طبعا خرجت مش تخرج من النادي الاهلي، وانا موجود، انا موجود، البطوله دي مش تخرج من النادي الاهلي. انا خسرت بطوله من 3 اسابيع ولا شهر، مش كده، لا جبت الحديد كده انذار، انذار من بدري، البطوله دي مش تخرج من النادي الاهلي ان شاء الله. اللي حصل الفتره اللي فاتت دي لا مش هيحصل تاني اكيد. طيب بس للساده المشاهدين، هذه المباراه هيديرها طاقم تحكيم تونسي بقياده صادق السلمي، وصادق السلمي خلال الفتره الاخيره مش غريب عننا، شفناه في مراحل كثيره خلال اليومين اللي فاتوا بشكل كبير جدا، ادار مباراه في الدوري الممتاز ما بين بيراميدز والمقاولون العرب، وادار مباراه للنادي الاهلي في كاس زايد للانديه الابطال العرب، مباراه الاهلي والوصل الاماراتي اللي كانت في استاد برج العرب وانتهت 2-2. وبالمناسبه هو كان حكم رابع في المباراه التي اقيمت اول امس بين اتحاد العاصمه والمريخ السوداني في كاس زايد للانديه الابطال العرب، وكان حكم رابع، وهذه المباراه انتهت 2-0 لاتحاد العاصمه، لكن المريخ السوداني وصل دور الثمانية بعد فارق المواجهتين لأنه فاز في السودان 4-1. فحكم رجله بتلعب افريقي بيعتمد عليه الفترة الأخيرة، أيضا كان عدد المباريات الكبيرة فبتحل هذه المباريات بشكل أكيد. طبعا يا محمد أنت اللي تريح الحكم، دايما بقول لك اللعيبة هي بتريح الحكم، مفيش مشاكل، دايما بس تركز في لعبك بس، ماليش دعوة بالحكم خالص، وأعتقد التحكيم مفيش فيه مشكلة إن شاء الله يوم الجمعة. دايما اللعيب هو اللي حتى بيتحكم في قرارات الحكم، أنت متخيل اللعيب ممكن تخليك في يعني دايما ليه في الحتة المطلوبة منه بس، لعيب كوره خليك في الملعب بس، في الكلام اللي قاله ليك المدير الفني، هتنفذ ازاي؟ هتلعب ازاي؟ وفكر انك ازاي تحسم مباراتك بغض النظر عن التحكيم. دايما بتيجي تلعب بيقول لك خانه، يعني ما تشغلش نفسك بحاجات كتير، اشغل نفسك بالمطلوب منك كلاعب. الحكم بيشغل نفسه مطلوب منه كحكم، الايمان نفس الكلام، اللي في المدرجات مطلوب منه مع مع فريق ال 90 دقيقه. هي لو اتقسمت كده الامور هتبقى سهله جدا يا محمد، كل واحد يعرف مطلوب منك ايه بس. خطه البطوله الافريقيه اكيد بتحضر حسب المواصفات الموجوده حواليك واللائحه وقيد اللاعبين. البطوله الافريقيه الحاليه وضعها مختلف، لان انت حتى بعد ما تخلص دور ال 32 باذن الله وتتاهل ان شاء الله، القرعه سامبر مجموعات يبدا على طول في اول يناير، الماتشات متلاحقه، ماتشين في يناير، ماتشين في فبراير، ماتشين في مارس، سيمي فاينال ودور الثمانيه في شهر 4، النهائي في شهر 5، فانت بتلعب دوري عام مش بتلعب بطوله افريقيه. دي حقيقه، ده غير الدوري، انت داخل على فتره يا محمد مش طبيعيه، مباريات كتير جدا، دوري عام وافريقيا لا يعني محتاجه كل لعيب موجود في النادي الاهلي، محتاجه كل لعيب مقيد في افريقيا والناس اللي هتأيدها تاني. بس زي ما كان لي يعني ربي يبعد موضوع الاصابات عن اللعيب، وتعب جدا الحمد لله طبعا على كل حاجه، لكن يعني يا رب الاصابه اخرها الايه المباراه القادمه دي بس ان شاء الله، ماتش الذهاب بس، بس ما لسه بقول لك المباراه القادمه بس تخلص من موضوع الاصابات. انت بتتمنى تروح اسيوبيا بال 18 يعني مش ب 16؟ لا ان شاء الله هتروح ان شاء الله اسيوبيا بال 18، وان شاء الله الفتره الجايه كل اللعيبه ترجع ان شاء الله. طيب ما بين قائمه انتظار وصفقات بتنضم وقائمه افريقيه ب 23 لاعب، هو موسم استثنائي في جميع المراحل على فكره، وحتى الحاله اللي كنا مع بعض فيها كابتن العالم مع بعض وبنتكلم ازاي الاهلي وصل للمرحله دي نتيجه بطولتين بيتلعبوا في موسم واحد، قيد كان قائمه افريقيه كانت اجباريه ما عرفتش تغير فيها في الصيف كتير عكس فرق اخرى غيرت ال 25 لاعب وعملت فرقه ثانيه، انت بتتحكم فيك ظروف غصب عنك. طيب انت عندك في الانتظار اجاييه، عمرو بركات، عمرو جمال، رامي ربيعه، صالح جمعه، في صفقات بتنضم حتى هذه اللحظه، محمود وحيد ومحمد محمود، احمد الشيخ لسه كمان، واحمد الشيخ ومؤمن زكريا، دول بقى موجودين في القائمه المحليه بتاعت الدفاع محمد علاء. فانت بتتكلم في ما يقرب من 8 ل 9 لعيبه اذا ما جبت الصفقات الثانيه، يعني ممكن توصل ل 10 و11 لاعب والباقي ليك 7.
الملفات دي تتعامل معاها ازاي؟ وانت كمدرب تحسم ازاي الجزئيات الصغيره دي اللي ممكن على فكره تسمع معاك في النهائي؟ بالظبط زي ما حصل نهائي الترجي اللي فات. هي الموسم ده موسم استثناء في كل حاجه محمد، حتى في طريقه تفكيرك ازاي تستفاد من اللعيبه دي. هتضطر يعني هتضطر تسيب لعيبه اكيد هي كويسه جدا، بس انت مضطر تسيبها انك انت الاماكن محدوده، فانت هتدور على اكتر لاعب ممكن هتاخدها بقى بالاماكن، اكتر لاعب انا محتاجه ممكن يبقى في المكان ده ويغطي لي مكان تاني. ما هو انت للاسف غصب عنك مضطر. القيد والقيد السنه دي وفي قائمه انتظار، وبعدين انت قائمه انتظار ايه؟ بتلعب محلي يعني احمد الشيخ بيلعب محلي، احمد علاء بيلعب محلي. بالظبط. اكيد مؤمن طبعا اكيد لا غبار عليه موجود على طول، فانت ثلاثه اكيد هتحتاجهم في افريقيا، وعملت صفقتين اكيد هتأيدهم، وانت اكيد هتنتظر في صفقات ثانيه استحاله طبعا يعني. اكيد في طبعا اكيد، لكن في الاخر انت بقى تقعد مع جهازك مع الناس اللي بيعاونوك وتقول وجهه نظرك. الاولويه ايه؟ الناس اللي انا هحتاجها ايه؟ وهقول لك حاجه، ممكن اولويات المراكز. يعني ممكن تحسبها من المركز اللي بيحصل فيه اصابه كتير؟ ممكن، وممكن تحسبها في ان انا محتاج واحد بيلعب اكتر من مركز. جوكر، لعيب جوكر. بالظبط، يعني دايما تحسبها دي، تبقى الاولويه مثلا محمد وعلاء، لكن وممكن محمد احسن يعني اعلى من علاء شويه، لكن علاء بيلعب في اكتر من مركز. هضطر اخد علاء. انت فاهمني؟ تمام. ان انت الفتره مباريات مضغوطه، فانا محتاج لاعب في اكتر من مركز. ده في احصائيه في المباريات المضغوطه لو سمعتها. انا شفتها، لا سمعتها منك. الناس لو سمعت الرقم عدد المباريات في مده الايام اللي هيلعبها الاهلي بدءا من يناير حتى نهايه الموسم الناس هتتخض. بتقولها يا محمد؟ طيب. اكيد الجمهور، اكيد جمهور الاهلي عايز يعرف طبعا. طيب بغض النظر عن الخمس مباريات اللي في نهايه ديسمبر. أوكي. انت بدءا من شهر يناير نفترض ان الدوري والكاس قرب انطلاق كاس الامم اول من شهر يونيو عام 2019. عندك 21 مباراه في الدوري العام اجمالا من شهر يناير حتى نهايه الموسم. بنتكلم على التارجت الاهلي بيلعب في كل البطولات، عنده اربع مباريات كاس مباراه دور 16 لسه مؤجله مع بيراميدز حتى المباراه النهائيه. مباراه السوبر المصري بين الاهلي والزمالك. 12 مباراة أفريقية للنادي الأهلي حتى الوصول إلى المباراة. احنا بنتكلم في 38